يا عم حسن. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختار لك بالنسبة للصيام، مطلات الصيام هي المقدمة، هي يعني مقدمات الجماعة، تفطر الصيام وإيه كفارتها؟ أنا عاوز أسأل سؤال للناس جميع، يعني حبكت في نهار رمضان ما عندكم يا من فندم. المغرب للفجر تعملوا اللي انتوا عاوزينه؟ في ايه؟ احنا لازم نخرج على امر الله وعلى فرض الله. ايه الموضوع بالظبط؟ حد يقول لي ايه مقدمات الجماعه؟ جماعه ايه في نهار رمضان؟ جماعه ايه واحنا صايمين؟ يا ناس اتقوا الله، خافوا من ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش انت عندك من المغرب للفجر ربنا احل لك انك تعمل كل اللي انت عاوزه، لماذا بقى في نهار رمضان بالذات؟ ولا هو كل ممنوع مرغوب بنعمل بقى عشان خاطر ايه؟ يعني نخرج على امر الله سبحانه وتعالى. لا، حرام وما يصلحش ويفسد الصيام ان شاء الله.